يقول السائل: شيخ، في مثل هذه الأيام أشتري هدايا لأولادي، تكون الهدية على حسب جنس الولد وعلى حسب سن الولد، علما بأن الهدايا تتفاوت القيمة بينها، هل تبرأ الذمة يا شيخ إذا كنت أشتري الشيء وأنويه لنفسي ثم أخص بالانتفاع كل ولد وما يناسبه؟ أما تمليك الأولاد شيئا من المال وهو ما يسمى بالعطية، فهذا يجب فيه التسوية بين الأولاد، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيص بعضهم دون بعض. قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما إذا كان هذا من باب الحاجة، سد حاجة الولد كالنفقة عليه، لا شك أن حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير، فيعطي كلا منهم حسب حاجته. وأما العطية والتمليك فهذا لا بد فيه من التسوية بالتعميم بين الأولاد، وأيضا الذكر مثل حظ الأنثيين، والمساواة بين الذكور، فلا يزد بعضهم على بعض. نعم.